وصلنا لفقرتنا الأخيرة بصباح نغير. صحيح ليا، فقرتنا الأخيرة اليوم راح تكون مع الشباب السوري اللي دائما بيلاقي الحلول رغم الظروف الصعبة. بفقرتنا راح نضوي على مبادرة شبابية اللي انطلقت كنوع من مناهضة السياسات الاقتصادية الأمريكية بأكثر من بلد عربي، واليوم هي موجودة بدمشق، واختاروا يوم مميز كان 5 أيام 2019 لنحكي أكثر عن هي الحملة وأهدافها. بيسعدنا نرحب بهادي كاسوحة، وحضرتك متطوع يسعد بالحملة، أهلا صباحك. وسهلا فيك. اهلا يسعد وسهلا فيك. صباحك. وبالآنسة لبانة علي، وأيضا حضرتك متطوعة اهلا بالحملة، أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيكي. ويسعد هلا صباحك. ماما. بدي اسمع لكم درس، شو بكم ماسكين الورا هيك؟ خلص ريلاكس. بدي اسمع لكم درس. لا ما راح تعملي لي هادي درس، استنى ما رح نسيت نبلش تفاصيل. من عندك ولا نبلش من عند لبانة؟ سريع. عندي. من عندك. حاضر. يلا. لبانا، يعني حملات كثيرة طلعت لمقاطعة البضائع الأجنبية ودعم البضائع الوطنية ودعم الليرة، ولكن حملتكم بشو بتتميز وكيف بلشتوا أول خطوة بهي الحملة؟ حملتنا نحن هي حركة شعبية مناهضة للسياسات الأمريكية الاستعمارية الاقتصادية اللي عم تشكل حرب اقتصادية على بلدنا. نحن مجموعة شباب طلاب جامعة بلشنا فكرة، حبينا إنه نوصل صوتنا للناس ونقدر نقدم شيء لهالبلد. ضمت مجموعة شباب. الحملة انطلقت بالشهر الخامس من عام 2019 تزامنا مع يوم هلا القدس العالمي. من جديد، يعني الشهر جديد. من جديد، ما قلنا كم شهر، تزامنا مع يوم القدس العالمي. نحن اخترنا هذا اليوم لنطلق الحملة تبعنا فيه، لأنه مثل ما بتعرفي كل حرب سياسية في إلها حرب اقتصادية. يعني نحن بالنهاية مو بس عم نعيش حرب سياسية، عم نعيش كمان حرب اقتصادية. فنحن كشباب واعيين حبينا نساهم بهيك حملة. هي مجموعة طلاب جامعة فتنا بهي الحملة وحبينا نوصل الفكرة ونخدم بلدنا بهيدا الحملة. وكمان الحملة انطلقت بأكثر من بلد عربي، منهم لبنان، فلسطين، الهند، باكستان. كتير كانت الحملة إلى صدى، واستطعنا نوصل لكل بيت تقريبا بسوريا. وحملتنا كمان تتميز إنه نعم. كتير بلشنا على أرض الواقع ننزل ونشوف الناس ونعطيهم آراء، ناخذ نوصل لهم الأفكار، وكتير كان في تجاوب يعني من الناس معنا. هادي، يعني لما نحكي نحن عن حملة دعائية اليوم لازم يكون في قنوات إلى طرق ترويج لتوصلوا للجمهور المستهدف. تمام. اليوم شو الأفكار اللي طرحتوها خلال الحملة وكيف قدرتوا توصلوا للشريحة المستهدفة؟ هلا بداية نحن مثل ما ذكرت الصبية، نحن شباب جامعي من كافة الاختصاصات. نحن كشباب إعلاميين إذا بدك عم نحاول قد ما فينا نشبك مع القنوات، مع الإذاعات المحلية كانت بسوريا أو حتى بالدول الثانيه باذاعاتهم، بس نحن كمان عندنا منصات خاصه فينا في الموقع الخاص بالحمله انطلق، اضافه لصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام، عم يتم نشر عليهم فيديوهات توعويه لهي الحمله، بتفسر شو الاهداف منها، شو هي البضائع اللي ممكن نحن نقاطعها وشو البدائل اللي ممكن تنطرح عنها. نعم. لبانا، يمكن بما حكاها هادي في صدى لهيدا الشيء، في تعاون من تجار، في تعاون من صناعيين، كان هلا طرحتوا عليهم نحن هذا طرحنا المشروع؟ الفكرة مع التجار والصناعيين وطالبناهم انه يتعاونوا معنا من خلال بازار خيري رح نطلقه قريبا. رح يكون في عرض للمنتجات المحلية يلي هي بدها تكون بديل عن المنتجات الامريكية اللي نحن رح نقاطعها. رح يكون في بازار خيري لعرض المنتجات، ورح يكون في تعاون كتير منيح مع التجار. هي امريكية حصرا ولا اجنبية بشكل هلا؟ عام؟ نحن بشكل الامريكي هلا، ما لانه مبدئيا فايت فوتك هذه. هلا امريكا كونه هي العدو الاستعماري الكبير لنا، فرح نبلش فيه بازار خيري، رح نعرض فيه المنتجات الوطنية، ورح يكون في تعاون كتير مع التجار والصناعيين لحتى ننشط المنتج الوطني بهاي الايام. نعم. هاد، يعني اللي بيتابع وسائل الإعلام يمكن بيعرف إنه أو بيوعى على موضوع الحرب الاقتصادية، يمكن وشاهدنا يمكن كان في تصريح قبل معرض دمشق الدولي اليوم، لكن في شريحة بالمجتمع بتقول لك يعني إذا قطعت شو رح يفرق؟ يعني هي القطعة اللي بدي أجيبها، هي البلوزة، هي الآلة الكهربائية، شو رح تفرق بقى على هي السياسات؟ اليوم أنتم كيف بتقنعوا هدول الأشخاص اللي ما كتير يمكن مأمنين بصدى أو فعالية تأثير الحملة؟ تمام. نحن اليوم عم نحاول قد ما فينا بكافة الإمكانيات المتاحة قدامنا، بكافة السبل والوسائل اللي متاحة بين إيدينا،
ونحن نوصل هاي الفكرة للناس. بالنهاية اليوم أمريكا هي دولة معادية لنا، إن كان سياسيا ولا عسكريا واقتصاديا. اليوم ما كتير عم نوعى على الموضوع الاقتصادي اللي هو بمس حياة المجتمع بشكل مباشر، بمس حياة كل فرد فينا، بمس حياة الصناعة التجارة وكل إذا بدك القصص اللي لها علاقة بالاقتصاد أو التجارة اللي بتمس حياة المجتمع والأفراد بشكل مباشر. يعني اليوم أقل شيء فينا نعمله نحن لندعم اقتصاد بلدنا بعد 9 سنين حرب، إنه نوعي قديش هذا البلد يلي عم بيعادينا من فترة كتير طويلة، ولو على الأقل من 9 سنين وجاي، نوعي قديش هو عم بيحاربنا على جميع السبل. الجزء الاقتصادي إذا بدك هو جزء كتير مهم بحياتنا، فأكثر ما فينا إنه نعمله نحن وخصوصا عبر وسائل الإعلام إنه ندعي إن كان الجهات الحكومية أو المؤسسات التجارية، أصحاب المولات مثلا، أصحاب المعامل، إنه تضامنوا معنا، نشرح لهم شو فائدة هاي الحملة، لنوصل فكرة إنه نحن اقتصادنا قادر نحن نكون مكتفيين باقتصادنا، بتجارتنا، بصناعتنا، بالمنتجات المحلية اللي عنا. في كتير قصص قادرين نحن نستغني عنها كمنتجات أمريكية خارجية، يعني فينا نحن نصنعها بالبلد ونستهلكها من البلد، وبتساوي بالجودة أيضا نفس المنتجات اللي نحن بدنا نجيبها من أمريكا. أكيد فينا وأكيد قادرين، ولكن لبنان يمكن يطلع حدا يقول لك إنه نحن ما عندنا مثلا مواد مثل هي المواد الأجنبية، أو نحن هي المواد ما أنا كتير جيدة هون. نحن شو الإثباتات اللي بإيدينا؟ هلا نحن بلدنا سوريا، نحن كبلد سوري معروف من قبل الأزمة ولهلا، يعني ما احتجنا نحن لأي شيء. نحن عنا صناعات، عنا مواد أولية، يعني حتى نحن عم بصدر المواد الأولية يمكن اللي عم تشتغلها برا المنتجات. فنحن أنا بدي وصل هاي الفكرة للمواطن إنه نحن عنا موجود منتجات، عنا نخب أول، عنا كتير شغلات بتحسن بالصناعات. نحن بالحرب عم نصدر، نحن هي هون عم بنصدر، فمثل ما قلت حضرتك انه عم بنصدر. ونحن كبلد بس فتره الحرب ممكن معاملنا هي اللي تعطلت، هي اللي اثرت علينا، بس هلا نحن بحاله اعاده اعمار، المعامل عم ترجع تشتغل، الادويه يعني كمستوى دواء نحن ما عم نضطر لاي بلد نستورد منه اي دواء، بالعكس نحن الادويه تبعنا على مستوى عالمي عم يكون تاثيرها كثير منيح وفعال. فنحن عنا منتج بال نخب أول، عم بيكون المواد الأولية عنا موجودة، فقادرين إنه نصنع مواد ونضاهي فيها المنتجات الأمريكية. هي هون كمان أهدى أهداف الحملة، يعني إنه المواد أو الصناعات المحلية عنا بس بدها شوية تسليط ضوء عليها. في عنا منتجات هي بتضاهي، إذا بدك مثلا القطن السوري هو مشهور بكل المحلات، يعني إحنا مثلا بدل ما نروح نشتري بتفوتي على المحل بيقول لك سعرها كذا مثلا، هي أجنبية، نحن فيك تشتريها من عنا إذا بدك بسعر أقل وبجودة أكثر بسعر الجملة. تماماً بسعر الجملة. يمكن حتى في موضوع اللي سافر والسوريين اللي سافروا برا صار يقولوا نحن عم نشتري بضائع سورية من برا. تماماً. يعني تماماً. في يمكن البضائع موجودة برا. هي القصة شوي إعلامية. وفي فرق بجودة. القصة شوي إعلامية أكثر، بس نحن نضوي شوي وندعم منتجنا السوري رح نلاقي إنه في عنا منتجات فعلياً بتساوي المنتجات الخارجية وقادرين نعتمد عليها. طيب لبنان من شويه ذكرتي انه هي الحمله موجوده باكثر من بلد، في تواصل معهم اليوم طبعا. في تنسيق نشاطاتكم وين عم تكون؟ مو بس بدمشق، يمكن بالمحافظات الثانيه، خلينا نضوي عن هي النقط. هلا احنا بالنسبه للدول الباقيه عم بيكون في تواصل بيناتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، لانه كل بلد عامل صفحه اسمها مقاطعه البضائع الامريكيه، فنحن عم نتواصل معهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. نشاطاتنا وصلت على حلب، عم بيكون في تعاون كثير بيننا وبين الشباب بحلب، عملنا أكثر من حملة ونزلنا على الشارع وشفنا الناس وأخذنا آراء من الناس. حملاتنا هلأ بدها توصل لباقي المحافظات، حمص، اللاذقية، طرطوس. يعني نحن ما عم قلك إنه ممكن بيوم وليلة نوصل، لأنه ما لنا زمان من تلقى حملتنا. فهلأ أكثر شيء انطلقت من حلب ودمشق، وفي مشروع لحمص وطرطوس واللاذقية بالأيام الجاية. يعني بس هي مسألة وقت مو أكثر لنقدر نطلق الحملة ونضم مجموعة كبيرة من الشباب. ونحن من خلال برنامجكم مندعي كل شاب وكل صبي بيحب ينضم للحملة ويساهم ببلدنا برفع اقتصاد بلدنا، ومنسلط الضوء على المنتج الوطني اللي ممكن انه ينافس اي منتج اجنبي تاني بتعاوننا بوقفتنا مع بعض.
أكيد إن شاء الله نحن بدنا نضم صوتنا لصوتكم. هذه قبل ما نختم خلينا يمكن نقول هي الحملة فينا نتابعها على الفيسبوك. تماما، مثل ما ذكرنا انه هي، وخصوصا عبر الاخبار السوريه، بنشكركم على استضافتكم. بدعي كل الاذاعات، كل الشباب والصبايا اللي بيحبوا انهم ينضموا للحمله. مثل ما قلنا احنا بلشنا بالشام وبحلب، ورح ننتقل لبقيه المحافظات فيهم عبر موقعنا bup-sy.com اذا فينا نقطعه، ما بعرف، وعبر صفحتنا حمله مقاطعه البضائع الامريكيه. اي شاب، اي صبيه، اي فعاليه تجاريه، الصناعيين، اصحاب المعامل، اصحاب المنشات بحبوا كمان ينضموا لنا بهي الحمله، لانه بالنهايه ايد وحده ما فيها تصفق ما كلياتنا بنعرف. فنحن بحاجه انه نكون ايد وحده لنقدر نوصل هاي الفكره، وعلى يعني قد ما فينا نخليها تكون اثرها كبير على ارض الواقع، لانه بترجع بالفائده لكل واحد فينا. لبانا بتحبي تضوي على نقطه معينه قبل ما نختم؟ شيء حابه تذكريه، فعاليه مستقبليه، او شيء نحن ما ذكرناه خلال الحمله؟ هلا بتمنى انه يكون يعني ما حدا من اي شاب اي صبي نحن عم نطلق انطلقت حملتنا، ممكن مثل ما قلتوا حضركم انه شو بدنا نستفاد، لا، لما نحن اي حدا منا بده يقول هاي الكلمه، لا، خلي عنا ثقه كبيره. يعني اي شغله ممكن بكلمه على الفيس، على موقع التواصل الاجتماعي، انت ترفعي من معنويات الشباب، ترفعي من اقتصاد بلدك، ساهمي ولو بكلمه واحده بحل مشكله. فنحن خلينا دائما نكون مع بعض، لو بشغله صغيره نتفق مع بعض ونقدر نوصل صوتنا ونوقف مع هالبلد اللي عانت 7 سنين حرب. يعني نحن كثير انه الفكره حلوه، وبتمنى الكل يساعدنا فيها من خلال برنامجكم. يعني قبل ما نختم، القصه ابدا مو صعبه، كل فرد فينا حتى لو هو ما انضم، يمكن كان معنا بالحمله وكان بالشارع معنا، اي حدا فينا بيفوت على مكان، على محل، على سوبر ماركت، يبلش من حاله، اذا بيقدر يستعيد بالمنتج الامريكي اذا بيقدر، او المنتج اللي هو من برا المستورد بالمنتج السوري، فهو بيكون عم بيساعدنا بهيدي الحمله. اوكي، نحن كثير بدنا نشكركم. شكرا هادي، شكرا لبانا، شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا.